تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رفع فيها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، والذي جاء نتيجة اهتمام ورعاية جلالته وتضافر الجهود من أجل تحقيق ذلك النجاح بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مما عكس مكانة البحرين الحضارية وأضاف المزيد من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية للمملكة. أشاد سموه بكافة الجهود التي بذلت في نجاح هذه الفعالية العالمية الكبيرة التي شهدتها أرض البحرين العزيزة، وما حظيت به من اهتمام كبير ومتواصل من لدن جلالته حفظه الله على إعدادها وتنظيم تنفيذها وإخراجها بهذا المظهر المشرف، لتظل البحرين امتدادا لتاريخ عريق من العطاء والإنجازات، متمنيا سموه لمملكة البحرين طراد التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.